أن يحذروا رجال الدين من الفتنة الطائفية. بلغاريا تفتتح سفارتها ببغداد وشارستاني يطالبها بتسهيل دخول العراقيين إلى صوفيا. توزيع أكثر من 1700 قطعة أرض في بغداد على ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب وسجناء السياسيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرتنا الإخبارية لهذه الساعة تأتيكم من العراقية. تحية لكم. أثارت دعوة القائمة العراقية لتغيير مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر مطالب مجلس النواب بالتدخل والضغط لتغييره، أثارت استغراب عدد من النواب. تزامن ذلك مع قرار مجلس الوزراء منح وزراء القائمة العراقية إجازة إجبارية لمدة شهر لانقطاعهم عن اجتماعات المجلس. على الرغم من اتساع رقعة التحرك الرسمي لتطبيق الأزمة الحالية من خلال عمل اللجان الوزارية والسباعية وغيرها من الحوارات الثنائية وغير الثنائية، يسجل المشهد ارتفاعا في مستوى التصعيد لدى الجانب الآخر، فسقف المطالب في ازدياد ونوعها يرمي إلى أنهاء الدولة العراقية. كل ذلك يأتي واللجان تعلن عن إطلاق أعداد كبيرة من المعتقلين وحسم ملفات العديد من المشمولين بالمساءلة والعدالة، فضلا عن إعلانها رغبة الكتل السياسية في الاتفاق على عدد من القوانين الأخرى. لكن ذلك لم يكسر رغبة بعض الأطراف وتحديدا وزراء العراقية في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ما أجبر الأخير على منحهم إجازة إجبارية لمدة شهر واحد. إنهم يجب أن يتفاعلوا مع مطالب المتظاهرين المشروعة، وبالتأكيد وزراء العراقية هم يمثلون الشارع الذين جاءوا من خلاله، وهي الشارع الآن الذي هو فيه تظاهرات واعتصامات. العراقية في موقف لا تحسد عليه في هذه الأزمة، والعراقية هي ملتحقة بالتظاهرات وليست هي من اشتغلت على التظاهرات، تظاهرات اشتغلت عليها جهات أخرى. أنت وزير لكل العراق، مو فقط وزير لفئة أو لمكون لو مجموعة، فبالتالي عدم الحضور هو إخلال بالقسم الدستوري وإخلال بالواجب الوطني، بالإضافة إلى أنه إخلال بالعمل الذي ينبغي لهؤلاء الوزراء أن يدافعوا عنها إذا كانوا يقولون نحن ندافع عن مطالب المتظاهرين. وأمام هذا الحال الذي لا يخلو من التعقيد، حاولت الأمم المتحدة قراءة صفحات المتظاهرين، فوجدت في التظاهر حقا كفله الدستور، ووجدت مشروعية في بعض المطالب، لكنها طالبت المتظاهرين باحترام القانون وعدم التجاوز عليه. هذه المواقف لممثلها في العراق مارتن كوبلر لم يرق للبعض ولم يتناغم مع طموحاتهم، فدعت إلى تغييره بعد أن انتقدت. كوبلر لم يكن حياديا في كل تدخلاته، اولا جاء متاخرا، اثنين لم يكن متعاطفا مع المتظاهرين، حتى تصريحاته كانت خجوله ولم يأيد المتظاهرين تأييدا كاملا. اعتقد لدى كوبلر معلومات واضحه بان هناك اثمان مدفوعه للمتظاهرين، وقد ارتفع هذه الاثمان من 30 الى 50 دولار في الوقت الذي تصاعدت فيه سقف المطالب، وعندما واجه بعض المتظاهرين او المتسللين على هذه التظاهرات بهذه الواجهه ظهرت مثل هذه المطالبات. هذا الموقف الجديد هو يكشف عن طريق التفكير، هو الاستعانة بالخارج دائما، وإن كانت الأمم المتحدة صحيح هي منظمة دولية، لكن كوبلر هو ذهب للمتظاهرين، فكيف ينقلبون عليه؟ تساؤلات لا تجد لها إجابة إلا في طريقة تفكير القائمة العراقية. في المشهد القائم الآن صورة واضحة لإرادتين، إرادة تبحث عن التهدئة والحل والاستجابة لمطالب المتظاهرين القانونية، وإرادة تدفع باتجاه التصعيد. والغرابة في أن يمتد ذلك التصعيد ليشمل تحريك إشارة إصبع النقد صوب دور الأمم المتحدة في العراق، غرابة في محلها، هكذا وصفها الكثيرون. من بغداد، حيدر العبودي، العراقية. أعلن أعضاء ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق عن توصل التحالفين الوطني والكردستاني إلى اتفاق مبدئي بشأن صيغة موحدة لمقترح قانون العفو العام، سيما الفقرة الخاصة بالمشمولين بقانون العفو. وأكد العلاق للمركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي أن جميع الكتل السياسية أيدت المطالب المشروعة للمتظاهرين في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الملتقى الوطني